المكونات بتاعه المرقه ونبتدي فيها. انا عندي قشر الجمبري، عندي فلفل اسود حب، عندي فلفل ابيض حب، عندي ورق لورا، عندي مستكه، عندي توم صحيح زي ما هو، عندي شويه عصير ليمون، كزبره حب، وعندي ليمون. طيب في كاسرولة كده الاول هنبتدي ده، على ما يخلص نبقى خلصنا بقيه الحاجات. اول حاجه خالص انا عايز شويه زيت زيتون في كاسرولة كده على النار، وهاخد الاول ورق اللورا والحبوب اللي معايا اللي هي الفلفل الابيض والاسود الحب والكزبره. انزلها كده، انزل شويه من الفلفل الابيض، معايا شويه من الفلفل الاسود. طيب الثوم احنا هنديله كسره كده خفيفه، نطلع منه شويه من الطعم، وبعد كده هنحطه برده مع بقيه الحاجات. فانا عندي اهو ثوم، هديله بس كسره كده. هنزل قشر الجمبري. اول ما احط الميه بس بالمقصوصه كده وحدي ضغطه للمكونات بتاعتي كلها على قد ما اقدر اطلع منها الطعم، واحط معاها نقطه زيت. اديهم لفه كده بس مع بعض، واول ما الزبده تسيح هنزل على طول عليها بالجمبري. انا مش هتبله، انا يا دوبك هديله بس رشه كده من الملح والفلفل. خلاص انا كده الجمبري يعني 90% استوى، فانا هشيله لان انا لسه هنزله تاني في الاخر في الصوص ياخد بقى اخر شويه سوا. خليني بس اطلع بوله كده. هديها كده تقليبة مع البصل والثوم والزنجبيل. أول ما أحس إن هي كده إيه اتمزجت خلاص معاها، لأن هي مش تلحق تثبت، هي شوية صغيرين قوي على الكمية اللي إحنا حاطينها. بس على طول بعديها هنزل الطماطم اللي قلنا في البري بتاعها، وانا حتى هكسرها، انا مش ههرسها، مجرد بس هنكسرها كده، ومع السخونيه ومع التقليب هي هتتفتت اكتر. بس هديها واحده كده خفيفه وهنقلب. هنتبل بقى ملح وفلفل، وهنا هنحط الفلفل الاحمر المجفف المجروش، احنا عاملينه سبايسي النهارده شويتين الصوص. هنبتدي هنطلع شويه من المرق عشان نحطهم على الصوص. مصفه كده صغيره فوق اهو، هبتدي اخد من المرقه تفرق قوي 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 في الطعم بتاع الصوص بطريقه انتوا مش متخيلينها. تقليبة اهو، هنزل بقى عليها المرقة. نرجع الجمبري فيها. نديله بس كده تقليبة
ياخد من طعم كل حاجه، والزبده اللي كانت معاه تدي طعم برضو للصوص. حطيت ان انا هقلبها بالشكل ده، هنحس ان الصوص مش كتير قوي، بس احنا لسه لما هنقلبها بالصوص اللي لسه قاعد تحت كله هنلاقي الموضوع اختلف خالص كده. بس ايه، نتاكد ان الصوص جه في كل حته.